الموهبة الثانية عندنا أحمد جعفر، قراءة قرآن. احسنت يا احمد والله، يعني انا صوتك جميل، يعني قريب شويه من مشاري راشد، هو يعني واخد مدرسة الشيخ مدرسته في مشاري وماهر المعيقلي شوية. صوتك جميل يا احمد، صوته جميل. وانا ما اعرفش حتى سنك قد ايه، بس الحقيقه هو شكله صغير خالص، شكله سنه صغير 13 يعني، 14 اقل هتلاقي يمكن حاجة من زي كده. كده. لكن صوتك جميل ما شاء الله، ربنا يبارك فيك وينفع بيك، ويا ريت تستمر بقى وتبعت لنا تاني، وان شاء الله كده تخش في مجال الاحتراف بقى زي ما بيقولوا.